مقاربة ونظرة مواكبة للتحولات التكنولوجية الحاصلة في العالم، ووضع أسس لمنظومة فعالة في طرح وجمع وتحليل البيانات أبرز ما ستضفيه الرقمنة على القطاع المالية، بالإضافة لعصرنة المنظومة الإدارية ومحاربة البيروقراطية. مسار الرقمنة أصبح اليوم هو عصرنة يعني المنظومة الإدارية وكذا يعني محاربة ظاهرة البيروقراطية. استحداث بنك للمعلومات سيسمح لكل الفاعلين باستغلال المعلومات الموجودة، وهذا لاتخاذ القرارات وتوجيه السياسات العامة، وهو ما سيعود بالفائدة على الديناميكية الاقتصادية ككل حسب ما يراه المختصون. استحداث بنك للمعلومات اللي راح يسمح لكل الفاعلين باستغلال المعلومات الموجودة. رقمنة كل القطاعات في الجزائر لتفادي أي تلاعبات إدارية وأيضا لمسايرة ركب المعلومات الحاصلة في العالم أضحى ضرورة حتمية.